وهذه همسة أهمسها في أذنيك أنت أيتها الغالية. هل تأملت في أوصاف الحور العين وما ذكر من حورهن وجمالهن؟ أقول فأنت أفضل من ذلك في الجنة، أنت أفضل من ذلك في الجنة، فضلت على الحور العين بالصلاة والقيام، وكل صفة للحوراء أنت أولى بها. فاعملي مع العاملين. قال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. قال يا عطاء: إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. فلم يزل عطاء كمدا حزينا من قبل مالك. عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا سطع في الجنة، لم يبق موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه. فقيل: ما هذا؟ قيل: حوراء. قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجها. قال صالح المدينة: فشهق رجلا من ناحية المسجد فلم يزل يشهق حتى مات في مكانه. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال: هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكه، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة في بروج فلك. وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة. وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتعبد، إن طال لم يمل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم تعجز. وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع.